الجزء ده من الأسئلة خاص بجزء الإنزيمز والفيتامينز. أول سؤال بيقول لي إيه هي الإنزيمز؟ الإنزيمات جزء أساسي من شغلها في الجسم إن هي تعمل تحفيز لتفاعلات معينة. بمعنى أنا عندي مركب معين عايز مثلا أدمجه مع مركب تاني عشان يديني مركب تالت ليه شغلانة معينة. التفاعل ده عشان أسرعه وعشان أطلعه بجودة أكبر محتاج حاجة تزق التفاعل ده تحفزه، ده دور الإنزيم. طيب عندي مركب تاني أو مادة تانية محتاج أكسرها وأحولها لمادة تانية عشان هتعمل وظيفة تانية، ده برضو يعتبر تفاعل. اللي بيحفز التفاعل ده إيه؟ هو الإنزيم. فالإنزيم ده في الأساس هو بروتين، مجموعة أحماض أمينية أمينو أسيدز اتكونت مع بعضها ادتني بروتين، البروتين ده يديني الإنزيم، وهو بيعمل تسريع للكيميكال رياكشن وبيقلل لي حاجة بيسموها الاكتيفيشن انرجي. بمعنى يعني هنفترض مثلا ان انا عندي تفاعل كيميائي محتاج يتم في درجة حرارة مثلا 200، في وجود الانزيم نلاقيه بيتم في درجة حرارة مثلا 30، يبقى اذا انا ما بقتش محتاج ان انا اوصل لدرجة حرارة 200 عشان التفاعل بتاعي يبدأ، هنا الانزيم بيحلل لي المشكلة دي. بيقول لي mark the incorrect type of enzyme inhibition. الانزيم ليه طريقة معينة في الشغل بيتم تحفيزه عشان يشتغل، وبعد ما يؤدي وظيفته خلاص بيبدأ يقف، فبيحصل له عملية inhibition يعني تثبيط، يعني شغله يقف. تمام. من انواع الانهبيشن دي حاجة بيسموها الكومبيتيتيف انهبيشن او الالوستيريك انهبيشن او الانهبيشن عن طريق البرودكت او عن طريق السبستريت. طيب الانواع بقى اللي هي الكومباتيبل والالي سايكليك والموديولار دي ملهاش دعوه بالانزيم انهبيشن. طيب عشان نشوف الموضوع ده بيحصل ازاي، ادي شكل الانزيم. تمام. الانزيم ده بيبقى فيه كتله رئيسيه كده، وبعدين فيه موقع بيسموه الاكتيف سايت، وفي حته تانية بيسموها الالوستيريك سايت. طيب الاكتيف سايت ده بيرتبط فيه ماده بيسموها السبستريت، دي الماده اللي لما بترتبط بالانزيم خلاص كده الانزيم يبدأ يشوف شغله. ودي حاجة سبيسيفيك، بمعنى ايه؟ ان الانزيم الشكل ده في الانزيم لازم السبستريت اللي يربط فيه يكون عنده منطقة واخدة نفس الشكل ده، وإلا مش هترتبط بيه، وبالتالي الانزيم مش هيتنشط ولا يعمل الاكشن بتاعه، عشان كده ده بيسموه الاكتف سايت. طيب انواع الانهيبيشن وانواع الاكتيفيشن اكتر من نوع، بس بشكل عام الانزيم عشان يشتغل زي ما قلنا عندي موقعين اساسيين، الاكتف سايت ده بيرتبط بيه السبستريت، ومنطقة تانية بيسموها الالوستيريك سايت. ايه اللي بيحصل؟ انا لو عايز اعمل اكتيفيشن للانزيم بيحصل ايه؟ ده شكل الانزيم المجردة، بتيجي مادة بيسموها الاكتيفيتور، دي مادة تبقى موجودة وقت ما الجسم بيحتاج يشغل الانزيم بيبعت المادة دي فتروح ترتبط بالالوستيريك سايت. هنا الاكتف سايت بيبدا ياخد الشكل الطبيعي بتاعه فيجي السبستريت يربط فيه فكده يحصل اكتيفيشن. طيب لو انا عايز اعمل انهبيشن، ليه هعمل انهبيشن؟ الانزيم خلاص خلص شغله، لو فضل شغال كده هيعمل شغل مش مطلوب منه فممكن يبوظ، فانا عايز بقى اوقفه. خلاص شكرا كده انت خلصت شغلك اتفضل ارتاح بقى، فبجيب ماده تانية بيسموها الانهبيتور بتروح تربط لي في الالوستريك سايت ده فتدي إشارة للإنزيم خلاص اقف بقى بطل شغلك، وبالتالي الإيه السبستريت ما يقدرش يرتبط بيه. طيب الإنهيبيشن ده بيتم إزاي؟ المفروض مثلا هنفترض إن المادة إيه بتتكسر فتطلع لي المادة بي. طيب كمية المادة بي لو زادت ده بيديني إشارة إن خلاص يا جماعة إحنا وصلنا للمستوى اللي إحنا عايزينه من المادة الناتجة دي، فشكرا وقفوا الرياكشن ده، فده بيسموه انهبيشن عن طريق البرودكت اللي هو الناتج النهائي. تمام. طيب هنا الانواع العامة للانهبيشن عندي حاجة بيسموها الكومبيتيتيف انهبيشن والنون كومبيتيتيف انهبيشن وحاجة بيسموها الاند برودكت انهبيشن.
ده شكل الانزيمة هوت، وده المكان اللي فيه الاكتف سايت اللي بيرتبط بيه السبستريت، وهنا بيسموه الالوستيريك سايت. طيب لو انا عايز اعمل انهبيشن للانزيم ده، يعني اوقف شغل، ايه اللي بيحصل؟ بدخل مادة تكون شبه السبستريت، المفروض السبستريت هيربط هنا فواخد الشكل ده اهو، بدخل مادة شبه السبستريت بالظبط، فتروح هي تحل محله وتربط في الانزيم فتعطله. هنا السبستريت موجود والانزيم موجود، بس انا منعتهم ان هما يربطوا مع بعض، تمام؟ عن طريق ايه؟ عن طريق تنافس، كومبيتيشن او كومبيتيتيف، يعني في صفة تنافسية، يعني مادتين شبه بعض بيتنافسوا مين فيهم اللي هيرتبط مع الانزيم. طيب نون كومبيتيتيف انهبيشن، انا بدخل مادة بتعمل ايه؟ بتروح ترتبط لي، ملهاش دعوة بقى بالسبستريت خالص ولا هي شبهه، ده هي بتروح ترتبط لي بالالوستريك سايت وتعمل لي انهبيشن لشغل الانزيم ده، تمام؟ يبقى في مادة بتبقى شبه السبستريت فتتنافس معاه، مادة تانية مش ملهاش دعوة بالسبستريت خالص بتروح تربط في الالوستريك سايت بتاع الانزيم فتوقفه، تغير الشكل الفراغي بتاعه، وبالتالي السبستريت ما يقدرش يربط فيه اصلا، وبالتالي الانزيم ما يشتغلش. النوع الثالث بيسموه الاند برودكت انهبيشن، الناتج طلع المادة دي اللي انا عايز اوصل لها بقت كميتها خلاص بالنسبة اللي انا عايزها اللي الجسم محتاجها، بتدي اشارة ازاي انها تروح ترتبط بالانزيم في الالوستريك سايت فتعمل له ايه؟ انهبيشن. طيب بيقول لي في حاجة بيسموها الكو انزايم، ايه الكو انزايم ده؟ دي بعض المواد اللي بتشتغل بجانب الانزيمات، يعني الانزيم عشان يشتغل محتاج مادة مساعدة بيسموها كو انزايم او احيانا بيسموها كو فاكتور. ايه الامثلة عليها؟ قال لي زي مجموعة الفيتامين بي او بي كومبلكس جروب، اللي هي بي واحد وبي اتنين وبي تلاتة وبي ستة وبي اتناشر وهكذا. طيب البيوتين والفوليك اسيد الاثنين دول ضمن البي جروب اوف فيتامينز، يعني دول فيتامين بي. طيب امال ايه الفكره؟ الفكره ان الفيتامين ممكن تلاقيه متسمي باسم فيتامين بي وياخد رقم، او ممكن تلاقيه متسمي باسم زي البيوتين او الفوليك اسيد. طيب والفيتامين بي دي بتعتبر ووتر سوليبل فيتامينز. عشان نفهم الكلام ده، انا عندي مجموعة من الفيتامينات، نوعين اساسيين من الفيتامينات، ماشي؟ نوع بيسموه ووتر سولوبل فيتامين، يعني فيتامينات بتدوب في المية، ونوع بيسموه فات سولوبل فيتامين. الووتر سوليبل فيتامين اللي هي فيتامين بي على رأسها، او مجموعة فيتامين بي اللي هي 1 2 3 6 7 9 12، وفيتامين سي، المجموعة دي بتشتغل في الاساس ككو انزايم. المجموعة التانية اللي هي فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي، دي بيسموها فات سوليبل فيتامينز. هنا يا باشا ده شكل الانزايم، بيسموه ابو انزيم، يعني انزيم غير فعال غير اكتف. بيجي عليه الكو انزيم اللي هو الفيتامين ده ويربط فيه بالشكل ده فيديني حاجه بيسموها الاكتف انزيم. الهولو انزيم ده كده مستعد يرتبط بالسبستريت بتاعه عشان يعمل الاكشن بتاعه، اللي هو بيبقى انزيم سبستريت كومبلكس. يبقى هنا الشكل الفراغي ده بتاع الانزيم مش هينفع يربط فيه السبستريت، فبيحصل ايه؟ الكو انزايم بيروح يربط فيه فيحوله لي لاكتف انزايم اللي هو بيسموه الهولو انزايم. يجي السبستريت يلاقي مكانه متجهز فيروح يربط فيه، وبالتالي لو حصل مشكلة في الخطوة دي يبقى تكوين الانزيم سبستريت كومبلكس مش هيحصل، وبالتالي الرياكشن مش هيحصل. Which of the following names of enzyme main classes are incorrect؟ انا عندي الانزيمات
ليها مجموعات رئيسية، 6 مجموعات رئيسية بتتقسم ليها، اللي هي بيسموها ايه؟ الأكسيدو ريدكتيزس، ترانسفريزس، الهيدروليزس، اللايزس، الايزوميريزس، واللايجيزس. انا دايما هلاقي في اسم اي انزيمة او اي مجموعة من الانزيمات ASE في الاخر، يعني ايز. اول ما الاقي الثلاث حروف دول يبقى انا بتكلم عن انزيم. فانا عندي 6 مجموعات رئيسية، وكل مجموعة منهم تحت منها سب كلاسز او مجموعات صغيرة، لكن دي المجموعات الميجور. الاكسيدو ريدكتيز اللي هي بتحفز التفاعل بتاع الاكسديشن والريدكشن اللي هو الاكسده والاختزال، الترانسفريز اللي هي بتعمل عمليه نقل زي ما انت شايف كده، انا عندي A و B مركب مرتبط عباره عن مجموعتين مرتبطين ببعض بيتفاعل مع السي، يبقى الرابطه دي تتفك والبي تطلع والسي تيجي تحل محلها. الهيدروليز ده بيكسر A B، ده مركب واحد يفصله لي يديني الA والB لوحدها، والهيدروليسيس دي غالبا بتتم في وجود ميه. اللايز ده تفاعل بيسموه ريفيرس رياكشن، يعني ايه؟ يعني تفاعل رايح جاي، يعني ادي الاي بي يتكسر يبقى اي وبي، والاي والبي يرجعوا في الظروف المناسبه يرتبطوا ببعض تاني ويكونوني اي بي ورايح جاي كده. في حاجه بيسموها الايزوميريز، يعني بيغير البوزيشن، يعني انت شايف كده اي بي سي بقت اي سي بي. واللايجيز ده بيربط المركبات مع بعضها، وده بيستخدم طبعا طاقة اللي هي الايه؟ الاي تي بي، يعني الاي يتفاعل مع البي في وجود طاقة فيديني الاي بي. دي المجموعات الاساسية للانزيمات. فهو هنا بيقول لي في عندي مجموعات من اللي موجود عندي في الاختيارات تعتبر مش ضمن الفئات الاساسية للانزيمات. طيب انا عندي اللايجيز، عندي الهيدروليز، عندي الاكسيدو ريدكتيز، عندي الايزوميريز، دول مجموعات اساسيه. الباقيين لا، دي مش مجموعات اساسيه، هي انزيمات. يعني في انزيم اسمه البيبتيدز بيكسر الرابطه البيبتيديه، بس ده مش مين كلاس. تمام. which of the following name of enzyme are main classes are correct، يعني ايه الاسامي الصحيحه؟ خلاص احنا عرفنا بقى اللايجيز، اكسيدو ريدكتيز، هيدروليز، لايز. طيب from the following choose the correct statement about vitamin B2. احنا قلنا مجموعات الفيتامين بي كومبلكس او الفيتامين بي جروب اللي هي مجموعات فيتامين بي، دي مجموعة من 1 لحد 12، دي ووتر سولوبل فيتامين، بتشتغل ك كو انزايم في تفاعلات كتير. طيب من ضمنها فيتامين بي، ده الاستراكشر بتاعه زي ما احنا شايفين كده، حلقة بنزين مع كم حلقة تانية. فهو بيطلق عليه اسم الريبوفلافين. تمام. بيحتوي على حاجه بيسموها الشوجر الكحول، ده الشوجر الكحول اهوت، ماشي، اللي هو سكر وحصل له تفاعل حول لي مجموعه الالدهايد او مجموعه الكربونيل لمجموعه الكحول اللي هي الاو اتش، فده بيسموه شوجر الكحول. مثال عليه كده حاجه بيسموها السوربيتول، ده اللي بيستخدموه في بديل السكر، الناس اللي عندها مثلا سكر وبتاخد حاجة تحلي الأكل وما يكونش فيها سكر العادي، فبتاخد مادة زي السوربيتول، ده بيسموه الشوجر الكحول. ده بيعتبر ككو فاكتور أو كو انزيم في تفاعل للإنزيمات الخاصة بالأكسديشن ريدكشن بتعمله، اللي هي بيسموها الأكسيدو ريدكتيز انزيمز، هو بيشتغل ككو فاكتور ليها. ده الفيتامين بي 2، وبيعتبر جزء من الفاد مولوكيول. ايه الفاد؟ بنسمع حاجه اسمها الفاد وحاجه اسمها الناد. الفاد ده اللي هو الفلافين ادينين داي نيوكليوتيد، والناد ده بيسموه النيكوتينامايد ادينين داي نيوكليوتيد. يعني مش مطلوب مننا نحفظ الحاجات دي، هنفهم بس ببساطه. انا عندي تفاعلات في الجسم بتتم، الجسم فيه خلايا، الخلايا دي ليها جدار او ممبرين، الممبرين ده فيه الكترونات بتتحرك طالعة وداخلة عشان المواد تدخل جوه الخلية، مواد تطلع من الخلية، عوامل او مواد معينة زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الكلام ده كله. فالعمليات دي مسؤول عنها عوامل كتير، من ضمنها مواد بيسموها الالكترون كاريرز، يعني مواد بتحمل الالكترونات، من ضمنها الفاد والناد، دول بيشتغلوا كعوامل مؤكسدة، واخد بالك، وبيعملوا لي عملية نقل او ترانسبورت للالكترونات خلال التفاعلات وخلال عملية السيلولار ريسبيريشن بدون الدخول في تفاصيل.
طيب ايه لازمة الكلام؟ ان الفيتامين بي بيعتبر ايه، جزء من الاستراكشر بتاعه، ده يعتبر جزء من مركب الفات ده. ليه؟ لان هو فلافين، ريبوفلافين. ريبو دي جاية من ريبوز اللي هو السكر الخماسي اللي هو الحتة دي، وده الكور بتاع مادة الفلافين. فهنا لو بصيت على الفات هلاقي فلافين ومعاها ادينين داي نيوكليوتايد. طيب البيبسين ده انزيم من الانزيمات بتاع المعدة اللي بيستخدم في الهضم، بيفرز في المعدة جزء من الأحماض الأساسية أو المواد الأساسية اللي بتعمل عملية الهضم في المعدة، وبيشتغل على البروتينات فبيعمل تكسير للبيبتايد بوند أو الرابطة البيبتيدية، وبيتم تكوينه من انزيم قبله بيسموه البيبسينوجين. يعني البيبسينوجين يتأكتف يتحول لبيبسين، دي الاكتف فورم بتاعته. It is well known that كافيين، كافيين مادة من المواد اللي موجودة في الجسم والناس بتستخدمها، موجودة في الشاي، موجودة في القهوة، موجودة في الكاكاو، بتعمل stimulation للنيرفس سيستم. عشان كده ناس كتير تقول لك مثلا انا ما بفوقش الا لما اشرب فنجان قهوة ولا لما اشرب شاي تقيل مش عارف ايه. بناس بتضيفها لبعض المشروبات، يعني ده كلام عام ما فيهوش كيمياء قوي. المهم انها بتصنف ك من ضمن المواد اللي تنتمي لفئة الالكالويد، ودي فئة من فئات المواد الايه الموجودة في الطبيعة يعني. طيب الالكالويد دي بتعتبر مواد جاية من اصل نباتي، مواد موجودة في الطبيعة ماشي. يعني انا لما بجيب النبات مثلا وافصله بلاقي فيه مواد بتنتمي لاكتر من فئة من الفئات كيميائيا، يعني من ضمنها مادة بيسموها الألكالويد. الألكالويد دي بتدخل في تصنيع أنواع من الأدوية، بتدخل في تصنيع بعض الدراجز اللي هي بتعمل هلوسة، ومواد تانية أو دراجز تانية بيبقى ليها تأثير علاجي. Which of these processes used in chemical production have a chemical nature؟ السؤال بيقول لي أنا عندي أكتر من عملية، العمليات دي في جزء منها اي عملية مثلا او اي تفاعل كيميائي، في جزء بيحصل فيزيكال زي مثلا احتكاك معين او طحن، ده فيزيكال، وفي جزء بيبقى كيميكال يعني مادة اتفاعلت مع مادة طلعت مادة تاني. فبيقول لي ايه من ضمن العمليات الموجودة دلوقتي بيعتبر عملية كيميائية في الاساس. فقال لي اللي يميل او ينتمي للفئة دي عملية الاسترفيكيشن يعني تكوين الاستر، عملية البوليمرايزيشن تكوين البوليمر، تفاعل الإليمينيشن وتفاعل الأديشن. طيب أمال بقية الحاجات الإكستراكشن الديستليشن السبليميشن الكريستاليزيشن دي فيزيكال بروسيسز، يعني عمليات فيزيكال وليس كيميكال. طيب تحويل الإيثانول أو بيسموه كحول الإيثيلي لإيثانال اللي هو الأسيتالدهايد، ده نوع من أنواع الألدهايد. قال لي بيحفز مجموعة من الإنزيمات ماشي، يعني هذا التفاعل اللي هو تحويل الإيثانول لإيثانال بيحفز لي إيه؟ قال لي بيحفز مجموعة من الإنزيمات على رأسها إنزيمات الأكسيدو ريدكتيز. أكسيدو ريدكتيز يعني بتحفز تفاعل الأكسدة والاختزال. الألكحول دي هيدروجينيز، من اسمه كده ببساطة الكحول دي هيدروجينيز، يعني انا بعمل نزع للهيدروجين من الالكحول اللي عندي. الانزيمات دي بتحتاج كوفاكتور، الفاكتور ده بيبقى غالبا ميتال ماشي، وبتتطلب الزنك ككوفاكتور. احنا قلنا كوفاكتور شغلته ايه؟ شغلته ان هو يساعد الانزيم عشان يشتغل. طيب عملية الكاتابوليزم، كاتابوليزم اللي هي عملية الهدم، الجسم بيعمل انابوليزم بناء، وبيعمل كاتابوليزم هدم، وبيعمل ميتابوليزم. طيب الكاتابوليزم ده بقى عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن ديجريديشن للمواد، يعني انا بكسر المواد ماشي، وده اللي هو العكس للانابوليزم اللي هو البناء. طيب لما بيحصل عملية الكاتابوليزم بينتج عندي طاقة، يعني لما بجبني بحتاج طاقة،
لما باجي اهد بينتج عني طاقة. الطاقة طبعا في صورة اي تي بي. الانابوليزم بقى العكس تمام، عمليات كيميائية حيوية بتتم في الجسم عكس الهدم او الكاتابوليزم، وبينتج عنها تكوين مواد جديدة على رأسها طبعا البروتينات. طيب قال لي بيحصل مجموعة عمليات بيحصل فيها استهلاك لكو انزيمز زي الناد اتش والناد بي اتش. عملية الريدكشن في الليفينج سيستم، ليفينج سيستم زي انسان حيوان نبات بكتيريا، ده ليفينج سيستم. عملية الريدكشن بتحصل ازاي؟ طيب انا الريدكشن اللي هي الاختزال. طيب الاختزال يعني المركب بيكتسب الكترونات، الاكسده المركب بيفقد الكترونات. الاختزال او الريدكشن المركب بيكتسب الكترونات، يبقى بيحصل اكسبتنس للالكترونز او اضافه للهيدروجين اللي هي الهيدروجينيشن. طيب هو اكتسب الكترونات يبقى الاكسديشن نمبر او عدد التاكسد بتاعه زاد ولا قل؟ احنا قلنا الاكسده يعني فقد، الاختزال يعني اكتساب، يبقى الاكسديشن نمبر لو انا اكتسبت الكترونات يبقى الاكسديشن نمبر بتاعي هيقل. choose the right statement about drug. انا عندي دواء بيقول لي هالوسينوجين انكلود سبستانسز فاوند ان سالفيا دايفينوريوم. السالفيا دايفينوريوم ده نوع من انواع المواد المهلوسه اللي بتطلع في المكسيك. الجماعه الكهنه والجماعه اللي هم بيعملوا خزعبلات دول بيستخدموها عشان ايه؟ يعملوا دماغ او عشان يضحكوا على الضحايا بتوعهم يعني. دي بيسموها هالوسينوجينز، يعني مواد مهلوسه. طيب في مواد تانية بتعمل استيميوليشن للدماغ، يقول لك بيعلي الدماغ زي الكوكايين زي الامفيتامين وزي الايه البيرفيتين. طبعا الحشيش والافيون تعتبر دراجز، يعني اول ما اخترعت او اول ما اكتشفت كان في هدف علاجي منها، وبعد كده بدأ الايه يحصل لها ابيوز فاتعملت قوانين فبقت الليجل وسجن وحاجات زي كده. في حاجة بيسموها الاكستاسي، دي بيلونج تو دانس دراجز. دانس دراجز دي اللي هي بتعمل نوع من انواع الهلوسة مع النشوة، يعني يبقى الانسان في حالة كده كأنه مهايبر يعني، دي بيسموها الاكستاسي، او في ناس بتقولها الاكستاسي. اختار الايه الاجابه الخطا في الجمل الاتيه فيما يتعلق بالانزيمات. خد بالك false statement يعني الاجابه الخطا. The essence of their effect is to increase the activation energy of reaction. لا طبعا، هو اساس شغل الانزيم انه يقلل الطاقه اللي انا محتاجها للتفاعل. زي ما قلنا مثلا انا محتاج 1000 كيلو جول مثلا عشان التفاعل يتم، لا انا بحتاج 100 بس، انا محتاج درجة حرارة مثلا 500 لا انا بنزلها ل100 كده. With substrate forming a permanent complex. لا، الانزيم بيكون كومبلكس مع السبستريت بس ما بيبقاش permanent يعني ما بيبقاش دائم. والسبستريت بيتكون لحد ما الاكشن يخلص، التفاعل يخلص، بعد كده السبستريت بيفك عن الانزيم وكل واحد يروح لحاله. Many of them require an additional ingredient for activity and inhibitor. طيب الجملة كلها صح. Many of them require additional ingredient for their activity. هو محتاج coenzyme بس ده بيسموه activator مش inhibitor، يعني الجملة كلها صح. لو كان كاتب في الآخر activator كنا قلنا الجملة صح مش غلط، لكن هو كاتب inhibitor فالinhibitor ده هيوقف شغله وهو كده مش محتاجه. They cannot regulate biochemical processes. لا طبعا، هم شغلتهم ان هم يعملوا regulate للبيوكيميكال processes في الجسم. Mark the process which are typical for a metabolism of amino acid. لو احنا فاكرين
الامينو اسيد كانت عباره عن ايه؟ كربون رابط فيها 4 مجموعات، مجموعه سي او اتش، مجموعه ان اتش 2، مجموعه هيدروجين، والار سايد تشين. طيب انا لما اجي اعمل بقى ميتابوليزم، ميتابوليزم يعني انا هحول الامينو اسيد ده بقى ايه لنوع تاني. ايه بقى العمليات اللي ممكن تحصل؟ طيب البنتوز سايكل، الجلايكوجينولايسس، دي حاجات خاصه بالشوجر، ما تمشيش مع الاحماض الامينيه. طيب امال ايه اللي يمشي؟ قال لي الديكربوكسيليشن، انا بعمل نزع المجموعات الكربوكسيل، ده منطقي. الترانس امينيشن قلناها قبل كده، اللي هو انا بحول الامينو اسيد لكيتو اسيد والعكس. الاوكسيداتيف دي امينيشن، ان انا بعمل نزع مجموعه الامين واعمل تفاعل اوكسيديشن، ان انا بعمل كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني انا عندي حمض اميني بربطه بحمض اميني تاني عن طريق بيبتايد بوند، فبعمل كاني بكثف، فده بيسموه كوندنسيشن رياكشن. فالتفاعلات دي تنطبق على عمليه الميتابوليزم اللي بتتم للاحماض الامينيه، انما الباقي التفاعلات لا. طيب ديتوكسيكيشن of arising ammonia in human cell takes place. انا عندي في كلمة توكسيك يعني سمية، دي توكس يعني انا بعادل او بنزع او بلغي الاثر الايه الغلط او الاثر السام للامونيا. الامونيا مادة ضارة في الجسم، طب هي بتنتج من تفاعلات، ازاي بقى بعادل تأثير الامونيا؟ يعني مثلا يقول لك مثلا المريض اللي هو مريض كبد آسف اللي هو ايه عنده مريض كبد او مريض كلى او كلام من ده، خلاص الاجهزة بتاع الجسم ما بقتش بتفلتر، فيقول لك مثلا شم ريحة بقه تلاقي ريحة بقه امونيا. طيب المفروض الامونيا دي هل الطبيعي انها موجودة في الجسم؟ لا، هي الطبيعي انها لما بتنتج الجسم بيحولها اليوريا وتنزل في اليورين او في البول. طيب لو في مشكلة بقى في الميكانيزم ده، بتبدأ تتراكم الامونيا دي في الدم، نسبتها تزيد، تبدأ تدخل على ايه الدماغ، تبوظ لنا الدنيا خالص، ممكن الشخص يدخل في غيبوبة ويموت. طيب عملية بقى الديتوكسيكيشن للأمونيا دي بتحصل فين؟ في الايه، في خلايا الجسم. قال لي في الميتوكوندريا وفي السيتوسول، ده المكان نفسه. والعملية نفسها الديتوكسيكيشن دي بتتم عن طريق تصنيع اليوريا، يعني بيحول الأمونيا اليوريا، وعن طريق ميكانيزم بيسموه اليوريا سايكل، ليها تفاصيل كتير يعني، لحد ما تتحول الأمونيا بتمشي بكذا خطوة لحد ما تتحول اليوريا، واليوريا تنزل ايه مع اليورين. The final product of biological oxidation of nutrients. انت لما تاخد مادة في الاكل، المادة دي بتمر باكتر من مرحلة، تمام، او اكتر من تفاعل كيميائي. طيب اخر ناتج خالص في اخر تفاعل كيميائي للمادة دي بينتج عنه ايه؟ بينتج عن انتاج طاقة، وده الهدف اللي انا باكل عشانه، ان الجسم محتاج طاقة. ليه محتاج طاقة؟ عشان الخلايا تشتغل. الخلايا دي فيها عمليات حيوية شغالة، هي اللي بتخلي الانسان حي، بيمارس الوظائف بتاعته. لو الطاقة منتهت الخلايا دي مش هتشتغل فهتموت. طيب هو محتاج طاقة، بيجيبها منين؟ من الاكل. الاكل بيدخل يمر بعمليات كيميائية يطلع لي الطاقة، وبينتج جنب بقى الطاقة دي ويست برودكت اللي هي ايه، الكربون دايوكسيد والمية. مجموعة الفيتامين بي كومبلكس او الفيتامين بي جروب اللي هي 1 2 3 5 6 7 9 12، دي زي ما قلنا دي اللي بتنتمي ليها، دي بتعتبر ووتر سوليبل فيتامينز، اللي هي بالترتيب كده الثيامين، ريبوفلافين، نياسين، بنتينويك اسيد، بايريدوكسين، بايوتين، الفوليك اسيد او الفوليت، والكوبولامين. فهو بيقول لي في السؤال مجموعه فيتامين بي دول اللي بينتموا له ايه بقى من ضمن الاختيارات اللي ما بينتميش ليها. اما نبص على الاختيارات هنلاقي الثيامين بتنتمي اللي هي فيتامين بي 1، ريبوفلافين فيتامين بي 2، البايريدوكسين اللي هو البي 6، النياسين اللي هو البي 3. طب الباقيين لا، مش هنلاقيهم. فايلوكوينون، الريتينول، التوكوفيرول، الكالسوفيرول، دي فيتامينز برضو بس مش ضمن مجموعة البي. Which of the following compounds is macroergic؟ المacroergic compounds أو يسموها الفوسفوجينز، دي مواد أنا بستخدمها عشان
احفز عملية تصنيع او انتاج الطاقة في صورة ATP اللي هو الادينوزين ترايفوسفيت، دي بيسموها المايكرو ايرجيك كومباوندز. تمام، ايه بقى المايكرو ايرجيك كومباوند؟ في الاختيارات اللي عندي قال لي مادة بيسموها الاسيتايل كو اي، الفوسفوين والبيروفيت من اشهر المواد اللي بيطلق عليها الفوسفوجينز، والاي تي بي والجي دي بي اللي هي ايه مركبات طاقة اصلا. تمام، in the process of oxidative phosphorylation. oxidative phosphorylation يعني عملية من ضمن العمليات الحيوية اللي بتحصل في الجسم، الهدف منها ايه في الاخر؟ ان انا بطلع طاقة، انا عندي الكترونات ومركبات طالعة داخلة من الخلية عشان تعمل لي مركبات الجسم يقدر يستخدمها في تنفيذ العمليات بتاعته اللي هي ايه مركبات الطاقة. ده شكل التفاعل زي ما انت شايف كده، ويدخل فيه جزيئات الناد والناد اتش والفاد، ودي بتطلع اي تي بي جزيء واحد، ودي بتطلع اتنين جزيء وبينتج مية. ده شكل التفاعل، التفاعل بالكامل مش علينا بس نفهم بشكل عام الدنيا. فهو بيقول لي الاكسيداتيف فوسفوريليشن عملية الهدف منها انتاج طاقة في صورة اي تي بي، وبينتج بجانب الطاقة دي مية اللي هي ال H2O، وبينتج هيت او حرارة، وكناتج من نواتج التفاعل بيتم ترسيب البروتون او الايه ال H بلس اللي هي ما اقدرش اقول هيدروجين، هي بيسموها ال H بلس يعني هيدروجين فقد الالكترون بتاعه فبيسموه البروتون. تمام، في الليفينج سيستم الجلوكوز بيتم انتاجه ازاي؟ قال لي في النبات عن طريق عملية البناء الضوئي اللي هي بيسموه الفوتوسينثيسيس. طب في الانسان الكبد مخزن كربوهيدرات على شكل جلايكوجين. طيب الجسم محتاج سكر، نسبة السكر في الدم قلت نسبة الجلوكوز، بيدي اشارة على طول ان ايه يتم تحويل الجلايكوجين ده ايه لجلوكوز، بيسموها العملية جلوكو نيو جينيسيس. جينيسيس يعني تصنيع. تمام، وجلوكو اللي هو جاي من جلوكوز، يبقى جلوكو نيو جينيسيس عملية تصنيع الجلوكوز بجيبه منين؟ من الجلايكوجين اللي هو بيبقى متخزن في الكبد. وفي النبات بعمل عملية البناء الضوئي. طيب the final product of protein catabolism، انا عندي احماض امينية عملت لي بولي بيبتايد، عملت لي بروتين، البروتين ده استخدمته واتكسر حصل له كاتابوليزم، يطلع عندي ايه؟ قال لي يطلع عندي يوريا، يطلع عندي كربونيك اسيد ديريفاتيفز، كربونيك اسيد داي امايد. ايه الفرق بين دول؟ مفيش فرق، هما كلهم حاجة واحدة. يعني اليوريا هو الاستراكشر الاخير ده اللي هو سي او ان اتش 2 لكل اتنين، هو الكربونيك اسيد ديريفاتيف، هو الكربونيك اسيد داي امايد، كل دول حاجة واحدة بس. يبقى اللي بينتج عندي من البروتين كاتابوليزم هو اليوريا اللي هو ايه بيتسمى كربونيك اسيد داي امايد، اللي هو بيتسمى كربونيك اسيد ديريفاتيف اللي هو الاستراكشر ده. membranes of animal cell may contain، لما نيجي نبص على الاستراكشر بتاع الخلية هنلاقي ليها جدار محيط بيها بيسموه السيل ممبرين. السيل ممبرين ده بيتكون من حاجة بيسموها في الأساس فوسفوليبيد بايلير، وبعض الكوليسترول، وبعض البروتينز اللي هي بتعمل لي التشانلز، وبعض الدعائم الموجودة في الممبرين ده. دي التلات حاجات الأساسية المكونة للممبرين بتاع الخلايا، الفوسفوليبيد بايلير دي رقم واحد أهم حاجة، والبروتينز والكوليسترول. طيب الجلوكوز، خد بالك البلاد جلوكوز يعني مستوى الجلوكوز في الدم، المفروض الجلوكوز ده بيروح الدم بعد كده الانسولين بيشتغل عشان يدخله جوه الخلايا، ففي اكتر من حاجه بتتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم. قال لي زي الانسولين اللي يدخل الجلوكوز من الدم للخلايا، وبالتالي مستواه في الخلايا في الدم يقل، نسبه الجلوكوز في الدم تقل. لما يكون بقى الجلوكوز مستواه قليل انا عايز اصنعه،
بيحصل ايه؟ بيجي لي حاجه اسمها الجلوكاجون، يروح يحول لي الجلايكوجين الى جلوكوز. يبقى اذا الجلوكوز بيزيد مستواه في الدم عن طريق الجلوكاجون، وبالتالي الجلوكاجون والانسولين شغلهم عكس بعض. الانسولين بيقلل نسبه الجلوكوز في الدم، الجلوكاجون بيزودها. طيب هل بيتاثر بالبروجسترون؟ لا طبعا، لكن بيتاثر بالادرينالين. ليه؟ الادرينالين اما بيفرز الانسان بيبقى دايما في حاله خوف، في حاله قلق، مش عارف، فمحتاج يستخدم الجلوكوز. يبقى انا عندي حاجتين بيزودوا، الادرينالين والجلوكاجون، وحاجه واحده بتقلله اللي هي الانسولين. طيب تفاعل الاكسديشن ريدكشن في الخلايا بيتطلب كو انزايم. لو احنا فاكرين في الاسئله الاولانيه كان عندي كو انزايمز بتشتغل على تفاعل الاكسديشن ريدكشن، او بيسموه الريدوكس رياكشن او الاكسيدو ريدكتيز. الكو انزايمز اللي بيشتغل معاها هو فيتامين بي، او نوع من انواع فيتامين بي اللي هو فيتامين بي 2 اللي هو الريبوفلافين، او فيتامين بي 3 اللي هو النياسين. فيتامين بي 3 او النياسين ده احيانا بيسموه فيتامين بي بي، هو هو النياسين، هو هو فيتامين بي 3. The direct product of photosynthesis، يعني الخلية النباتية لما بتعمل عملية بناء ضوئي الناتج اللي بيطلع ايه؟ هي بتعمله عشان تطلع سكر، عشان تطلع جلوكوز، وطبعا عشان تطلع اكسجين. الادرينالين المركب اللي بينشط القلب ويعلي الضغط ويخليك متحفز، ده الاستراكشر بتاعه زي ما انت شايف كده، كربونة رابط فيها كربونة بان اتش و او اتش وحلقة بنزين معها 2 او اتش. طيب ده مشتق derivative من ايه؟ derivative يعني مشتق من مركب تاني. فقال لي مشتق من فينول، من امين، من امينو اسيد زي التيروزين. طيب احنا لما نيجي نبص فينول، حلقة بنزين وعليها او اتش، ده فينول. امين ادي الان اتش، هو مش واخد استراكشر لكل واحد فيهم لوحده، عشان هو اسمه derivative. derivative يعني ايه؟ يعني جاي منهم، هو مر بكذا مرحلة، اتحول من المركب الفلاني للمركب الفلاني لحد ما اداني الصورة دي. المركبات الأساسية بقى اللي هو اتكون منها كانت عبارة عن ايه؟ فينول وأمينو أسيد كده. فدي معنى كلمة derivative. Which of the following vitamins are water soluble vitamin؟ احنا قلنا الفيتامينز مجموعتين أساسيين، حاجات بتدوب في المية زي مجموعة فيتامين بي وفيتامين سي، وحاجات بتدوب في الدهون زي بيسموها مجموعة فيتامين A وK والE والدي. طيب فهنا بيقول لي ايه بقى الووتر سولابل؟ قال لي الثيامين والريبوفلافين والنياسين والبيوتين، الأربعة ينطبقوا على مجموعة فيتامين بي. Which of the following hormones are not produced في الثيرويد جلاند؟ احنا عندنا غدة الثيرويد اللي هي عند الرقبة دي بتطلع هرمونات. طيب هو بيقول لي ايه بقى الهرمونات اللي الغده ما بتطلعهاش؟ هو احنا هنشوف ايه اللي هي بتطلعهم، الثيروكسين والترايودوثيرونين والكالسيتونين. يبقى الباقي هي ما بتطلعوش، لا ادرينالين ولا جروس هرمون ولا جلوكاجون ولا الكلام ده كله. طيب digestion of lipid take place mostly، هضم الدهون. احنا عندنا الهضم بيمر بمراحل، من الاول ما الانسان ياكل الاكل في الفم، بعض عمليات الهضم بتتم في الفم، ثم بعد كده المعدة، ثم في بعض الحاجات بيتم هضمها في الأمعاء زي الدهون. فقال لي بيتم في السمول انتستين، المعدة الدقيقة، وعن طريق انزيم بيسموه اللايبيز. لايبيز يعني انزيم هضم الدهون، ماشي، وبيتم في وجود المية، عشان كده بيسموها هيدروليتك. هيدروليتك يعني انا بعمل هيدروليسز، او بعمل تحليل او تكسير للمادة اللي عندي اللي هي الدهون اللي عندي في وجود الماء. عملية تصنيع اليوريا is a result of catabolism للبروتين، والبروتين ده عبارة عن ايه؟ عن احماض امينية، عبارة عن بيبتايد، عبارة عن نيوكليك اسيد، كلها سلسلة واحدة بيدوا في الاخر البروتين. لما اعمل له كاتابوليزم او اكسره يديني الاند برودكت ايه؟ يوريا، اللي هو بينزل في الايه؟ في اليوريا. طيب the following vitamin will dissolve in benzene،
الحاجة عشان تدوب في البنزين لازم تكون من ضمن الفئة اللي بيسموها الفات سولابل فيتامين. عشان تدوب في المية يبقى لازم تكون ووتر سولابل فيتامين. احنا قلنا التقسيمة الأساسية ادي الووتر سولابل مجموعة فيتامين بي وفيتامين سي، الفات سولابل A ودي وE وكي، يبقى الأربعة دول هما اللي هيدوبوا في البنزين، الـ A والـ E والـ K ومعاهم طبعا الـ F. Which of the following elements belong to micro elements؟ micro elements دي عناصر الجسم بيحتاجها أو الكائن الحي بيحتاجها بكميات قليلة جدا لكنه بيحتاجها، فبيسموها المايكرو elements، زي الأيودين، زي الزنك، زي الكبر، زي السيلينيوم. طب الكالسيوم والفوسفيت والنيتروجين؟ لا، الحاجات دي بيحتاجها أساسية، essential. طيب البايريدوكسين ده يبقى على طول لو احنا رجعنا لقدام شوية، البايريدوكسين ده هو الفيتامين بي 6 وبيشتغل على ترانس امينيشن رياكشن اللي هو بيدخل فيها الترانس امينيز انزيم، فهو بيشتغل ككو انزيم ليه، ماشي، وهو يعتبر بايريدين ديريفاتيف. بايريدين اللي هي حلقة بنزين وشلنا كربونة من الست كربونة بتاعها وحطينا مكانها ان او نيتروجين، دي بيسموها البايريدين رينج. مارك ذا ترو ستيتمنت على فيتامين سي. فيتامين سي بيعمل مرض او نقصه، يعني بيعمل مرض بيسموه الاسكربوت او السكيرفي. اكتر حاجه مميزه ليه ان الجسم بيبقى شاحب وبيبقى فيه زي نوع من الاختناق في الاوعيه الدمويه كده، وتلاقي الانسان اللثه بتاعته ملتهبه وبتنزف دايما نتيجه نقص الفيتامين سي ده. Which of biological processes take place in the oral cavity؟ تجويف بتاع الفم بيحصل فيه عمليه من عمليات الهضم اللي هي هضم النشا او الستارش، يعني حاجه بسيطه وبتحصل بسهوله. السائل اللي بيفرز او اللعاب اللي بيفرز في الفم بيبقى فيه بعض الانزيمات بيسموها ايه، الاميليز، ده بيشتغل على الستارش او النشا. طب بيشتغل ازاي؟ عندي ربطه بيسموها الجلايكوسيديك بوند، تمام، ده جلوكوز او مشتق من مشتقات الجلوكوز ومركب تاني جلوكوز، المهم ما بينهم بيبقى موجود رابطه بيسموها الجلايكوسيديك بوند، بتبقى بالشكل ده، في منها الفا وفي منها بيتا. انزيم الاميليز ده بيروح يكسر بقى الرابطه دي، ده شغله، بيشتغل على الالفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند. The final product of anaerobic glycolysis، الانسان اللي بيبقى عنده اكسجين يعني كفايه او هواء بيعمل الايروبيك رياكشن بتاعه عادي باستخدام الهواء. طيب في نقص بيبدا الخلايا عشان تطلع الطاقه لانها لازم تطلع طاقه، فبتشتغل بتفاعل بيسموه الانايروبيك، يعني لا يستخدم الهواء، ماشي، انا عايز اطلع ايه، طاقه، ما عنديش هواء فبستخدم الانايروبيك جلايكولوسيس. انا هو دخلت الجلوكوز، جلايكولوسيس يعني تكسير او تحليل الجلوكوز عشان اطلع في الاخر الـ ATP، ماشي، اللي هو الطاقة. الـ end product بقى يعني بعد ما بتحصل العملية دي بيطلع عندي ايه؟ قال لي بيطلع عندي كحول اللي هو الإيثانول أو الكحول الإيثيلي، واللاكتيت أو اللاكتيك أسيد اللي هو لما أنت مثلا تيجي تبذل مجهود زيادة شوية والعضلة مش مستحملة تلاقي العضلة خلاص نشفت ويبست، يقول لك ده فيها لاكتيك أسيد، أو اللاكتيك أسيد هو اللي بيخلي الإيه العضلة كده، ده معناه إيه؟ إن العضلة مش وصل لها كم أكسجين كفاية، وبالتالي تم عمل تفاعل أنيروبيك جلايكوليسيس نتج عنه طلوع اللاكتيك اسيد ده. ولذلك الناس الرياضيين ما بيحصل لهمش ده بسهوله، ليه؟ لان العضله متعوده، هم جسمهم رياضي، الدوره الدمويه نشطه، الاكسجين بيبقى كافي، مغذي الجسم كويس، مغذي العضلات كويس، فما بيحصلش ده كتير. لكن انت مثلا تبقى قاعد ما تعملش اي مجهود وفجاه تقوم تعمل مجهود يحصل الكلام ده. المهم الخلاصه يعني ان الانيروبيك جلايكوليسيس ده بينتج عنه طاقه، بيتم في حاله نقص الهواء او نقص الاكسجين، وبينتج عنه في الاخر طاقه، واند برودكت جانبيه اللي هي الكحول واللاكتيك اسيد او اللاكتيت.